ان ما يقوله الهلاليين انهم يبغون يغيرون الرزنامه علشان بطولة آسيوية. الضغط الدوري، ما هو بهذا السبب الحقيقي. وش في السبب؟ السبب الحقيقي يا عزيزي، من خذوا قرطاسة جنس وهم ما يبغون احد يشوشر عليها. بس ما شفت هذا القرطاسة حقت جنس؟ ايه ما يبغون يسجل فيها هزيمة. ايه ما يبغون يسجل فيها، هذه قرطاسة جنس هي السبب. طيب يبغون يستمرون، من حقهم يعني. رقم يا اخي انا ما قلت لك ما هم من حقهم، بعد ما هم من حقك بعد تلعب في الرزنامة. ايه يعني النصر رفضت تأجيل مباراته أمام الاتفاق، لعب مع الهلال اليوم وفاز بكأس العرب، وبعدين لعبوه، انتقل الفريق من الرياض من الطائف للرياض إلى الدمام ولعب مع ذا وخسر. يا ليت خسر بعد يعني بأخطاء فنية، ولكن خسر بأخطاء تحكيمية. أنا أقول لك الهلال يتحدثون عن الإرهاق، والهدف ليس الإرهاق، الهدف انه قرطاسه جنس ذي ها اي لا يجيها شيء.